لأن الجميع يعرفون تماما أن دوري الإمارات لا يخل الأحزان في الموسم الماضي بموسم كبير في هذا اللقاء. كرة موجودة الآن أمامية يا والنتيا مبخوت عارضة وبضيع فرصة خطيرة جدا. شوف اللعبة هذه اللقطة هنا المطالبة بخطأ حكم المباراة تمر بالاستمرار. عادت الكرة لمحمد جمال مررها لمبخوت وانتو تفاهم وانسجام اكتذاب وألقى تحية على كل لاعبي اتحاد تلباز زمراء الأمس. كرة عرضية خطيرة تشوف هنا الخطأ الكبير. الكرة وصلت لعلي مبخوت ترك عارس المرمى توقع بأن علي مبخوت ما راح يصل الإضافة في اتحاد تلبا في قادم ثلاثية. الآن كرة ثابتة ضربة حرة وصلت لبكاري كوني عرضية ممتازة حارس سلبة حرة لمصلحة نادي اتحاد تلبا. هذه الكرة هذه الفرصة الخطيرة من علي سعيد لعبها بالراس عيدها مرة أخرى في جهة اليسرى. الضغط مستمر مبارك وصوفة مبارك مبارك مضايق الآن وصوفة نقل عرضية خطيرة الأول الأهداف نعم فعلها علي مبخوت يضع بصمته ويسجل حضور الأول بعد 45 دقيقة أولى في شوط المباراة الأول كانت سلبية. علي مبخوت الآن يسجل حضور كبير وتواجد أهدافه. كرة عرضية غانم بشير ما في أحد ما في الكرة بتعدي وبتضيع فرصة بتضيع. شوف التمريرة من غانم بشير نقل عرضية عرضية زوجود الآن وصلت هذه خطيرة بوصوبة داخل المنطقة جزء عرضية ممتازة الثاني نامت الثاني عن طريق مبخوت سجل الهدف الثاني علي مبخوت ثنائي مررها لمبارك بوصوبة. شوف خلفان ضغط على المدافع يعقوب البلوشي مررها لمبارك بوصوبة بوصوبة أهداها لعلي مبخوت وضع الكرة أمام الشباك. علي مبخوت من أنصاف الفرص يسجل فما بالك باعتزال. الكرة موجودة الآن وصلت هذه لخلفان وركلة جزاء ركلة جزاء ولا جولات ولا أهداف كثيرة. شوف خلفان شوف خلفان مر وراوغ وتقدم وعرقل وعلى طول حكم المباراة كان قريب سلطان عبد الرزاق احتسب ركلة جزاء. مبخوت للهاتريك مبخوت يتقدم الآن نعم وضعها مبخوت سجل الهاتريك مبخوت والجزيرة سجل ثلاثة. المدرب دفع بألميدا تغير شكل نادي الجزيرة سجل ثلاثة أهداف كلها عن طريق اللاعب علي مبخوت كلها عن طريق اللاعب علي مبخوت يصل إلى خمسة أهداف الآن.